السلام عليكم. شحال هذه ما درت شي خرجه اعلاميه انستغراميه. صراحه توصل لواحد النيفو ما تبقى تبرز حتى حاجه في الحياه. تولي فاهم الدنيا، تولي كتجاوز اي لعبه قالت لك. هو صراحه انا ولفت كذوب، ولفت الناس يكذبوا عليا، ولفت يجتازوا داك الشيء تنقول، يختلقوا يحوروا يغيروا المعنى، هادشي كامل ولفت. واخا مؤخرا دابا ما بقيناش غير في التحوير، ولينا في كذوب عين بين الناس. تيكذب عليك تيقول شي حاجه اللي ما كايناش من الاصل، ترجع على اساس انها كاينه والناس كيمشيو معها. مي على العموم انا مثلا حتى هذاك الشيء مابقاش كيبرصني، ولكن كتبرصني ملي كيكون شي واحد قريب ليا ولا شي واحد في صحابي العائله اللي هو ما عندوش صوت باش يجاوب، غير نجاوب بلاصتو. الوغ باش ما نطولوش الموضوع، ما فيه باختصار هو تيم هيتام، الدري اللي شفتو معايا في الانترفيو ديال مومو، الدري اللي خدام مع الفيفا، صانع محتوى خدام مع الفيفا هادي تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور من الوقيتة ديال كوب دي موند. باش تخدم مع الفيفا شيري خصك تفيق بكري، هادي أول حاجة تحسب له. دري صغير عنده 21 عام، مغربي، تيكبر بالمغرب، تيدير كونتوني كيدوي على المغرب، وكلشي لا نقاش فيه لا جدال فيه. خصنا حنا نحسو بالفخر والاعتزاز كمغاربة أنه كيريبريزونتينا في أكبر أورغانيزم ديال الفوتبول اللي هو الفيفا. هادي وحدة. شي سيمانة دابا خرجت معلومة كوم كوا راه الكونت ديال الفيفا كيفالوي الكونت ديال الوداد في انستغرام. مثلا أنا مكاين باس يومين وراها كيمشي ليه هو الكونت في انستغرام، شنو العلاقة؟ الله أعلم. دابا الإشكال بعيدا على شكون اللي قاعد تسبب ليه في هاد الشي ديال الكونت مشى، لأنه دار كونت جديد وداكشي كامل. المهم مالينا، هاد السكرين هذا اللي غنلوحو ليكم دابا قريتو اليوم ما فهمتش، حيت كما قلت لكم انك تحور الهضره ديال شي واحد وديها لبلاصه اخرى باش تخلق البوز ولا شي كامل حاجه، ولكن باش تكذب على بنادم عين بينه وهو باقي حي ما فهمتش شنو رباح. انت زعما عندك سوا ديزون بلاتفورم ديال النيوز فيريفي، يعني شنو دابا؟ واش بغيتي نمشيو ندعيوك نشر اخبار كاذبه ولا شنو البلان؟ يعني دابا انت كذبتي فاش قلتي هاد الهضره، يعني كذبتي الكذبه الاولى فاش قلتي ان بعد زعما مورا ما هو فالو الكونت الوغ هو ما عندو حتى علاقه باللعيبه، ما يقدرش، هو ما عندوش لا مام باش يفالو راه الكونت ديال الفيفا داس محمد، راه ماشي غير اللي عنده المود باس يفالو اللي بغا، هو كون بغا يفالو يكون فالو راسو هو الاول. دونك هاد الفكره ديال انه هو المسؤول علاش ان الفيفا بكل بساطه فالوات الوداد، لانه كان مشارك في كاس العالم، غيفالويه لواحد المده قصيره وابري غيحيدو داك الفالو ساهله. مالا تيم ما عندو حتى علاقه بهاد الشيء وما عندو حتى دخل فيه. هادي الحاجه الاولى. سطوري الله سديت لي باش نكملو. دونك الكذبه الاولى دوينا لها. الكذبه الثانيه، التيم قال لك الفيفا يوبي ختيم لانه لم يحترم الترتبيه. دابا الاولى نقدروا نقولوا اسيدي زدتو من راسكم، قلتو راه هو مغربي خدام مع الفيفا يقدر يكون هو اللي فالو الكونت. واخا الكذبه الثانيه منين جبتوها صاحبي؟ فين كاين الاصل ديالها؟ كيفاش الفيفا توبخ؟ كنتي مريح مع انفانتينو فاش هز التليفون ووبخ تيم؟ كنتي مريح مع شي مومبر ديال الفيفا؟ وصلك شي مايل من عند الفيفا؟ كذبه شنو الاصل ديالها؟ ورينا شي سكرين، ورينا شي ابيل، ورينا علاش كتكذب اصاحبي؟ علاش؟ راه ساهل نمشيو عند البوليس خبر كاذب ونصيفطوك انت وهذاك اللي تيخلصك وهذاك اللي فوق منه وكلكم تمشيو تضربوا حبيب بيس، ولا تجيكم شي لعيبه تبقاو تخلصوا فيها حتى واحد العام. فهمتش كيفاش ولا استصغار الكذوب؟ سيرتو حيت الا كذب عليك انسان عادي، انتي انسان عادي دبر راسو، ما تعمرش راسك، ما سمع واحد. بلاتفورم ديال النيوز اصاحبي، ديال الاخبار، زعما المفروض انها تكون عندها مصداقيه ويكون عندها واحد الامانه في التعامل مع الاخبار، وكتبارطاجي غير الخبر اللي مدقق
وتعالى ما كانش خبر مدقق تقدر تقولها بين قوسين تقول أن هذا الخبر لم يتم التحقق منه لأنك بغي تجيب السوق الصحفي كاش كذبة صاحبي عيني كذبة 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 مالية أساس مني جبشي الخبر ورينا شي مصدر ورينا شي دليل وده بعد بشي تاخذ معهم المسائل القانونية تولي في الشكاوى والبكاوى ويولي بنادم عايط لك ويقول لك الله يرحم الوالدين وحنا طلبة. وآخر ستوري باش نسدو هذا المحضر حيت أنا عارف هاد الهضرة اللي دويت عليها غيديروا لها هي نفس اللعيبة غيشد شي واحد غيقطعها وغيدير لها نفس البلان هي نيت غيدير لها الريسيكلاج ويمشي غيقصف بها ويقول لك فلان شي هضر على شي حاجة. هضرت على داك السكرين اللي بارطاجيتو وهضرت على الدري صاحبي اللي معايا في التيم اللي كودب عليه من طرف واحد يسمون انفسهم من باران صحفيا وجاوبت انا بلاصتو لان تا هو يقدر يجاوب ولكن يقدر الا جاوبت انايا توصل المعلومه اخف ونصحوا الافكار وهادشي اللي كاين وسطينا المحضر